عدنا لكم من جديد الأعزاء جميعا لنستعرض وإياكم الفقرة الثانية لحلقة اليوم. الإنسان بحاجة أن يعيش بحياة خالية من المتاعب والأمراض والمشاكل، لذلك نحن نسلط الضوء على هؤلاء الأشخاص ليتم مساعدتهم ودعمهم من قبلكم ليستمروا في هذه الحياة، فلنزرع لهم الابتسامة والأمل من جديد. خلونا نتعرف أكثر عن الحالة الثانية لحلقة اليوم، خليكم معنا. هنا منزل تضج جدرانه بالألم والحسرة كحال غيرها من البيوت المستورة التي لا يعلم بها سوى الله. هنا تتعدد الآلام والسبب واحد هو الفقر. اليوم يعانوا قدام كثير من معدم أطفال يعانوا من ضمور دماغي في المخ. يعني عالقنا تعبنا لمن خلاص طرحنا يعني منتهينا. احنا نعالج هذا دائما بين الخمسة المعاقين. يعني تعبنا بجنبهم كثير بسبب الضمر هذا ما بيشلو علاج ناجح ولا إمكانيات، حتى الإمكانيات الآن ضعيفة. والآن إحنا جالسين هنا مستأجرين بيت إيجار، ما بيش لا بيت ملك لام ولا في حتى الأهم حاجة اللي تمشي. الآن معاقين كلهم مشتوا، حتى التمشية تخرجوا لبرا ما تقدرش تمشي ولا تقزام ولا ترجع. ولو مشيكم على أي باص يرقون بك بين أي خبط أنا يقول لك خلاص ما يقف لكش حتى ساعة، ترجع من حين تبزبز وتعاتر وتروح للبيت. حاجة المعاقين يشتروا ترفيهات وحواس تمشيات، يشتروا أكل ويشتروا حاجات حق العمليات. يس لأجرت على شقالة تساعدني، أصلا أنا شو اللي واحد وروش وكمل وتعبك ما عاد تمشي أهم خمسة قدام، يعني ما قدرش قدنا تاعب والله قد حالتي حالة. بس أشوف الواحد لما جنان اشتي لهم عناية، اشتي لهم تمارين، اشتي لهم علاج، اشتي العمليات، اشتي لهم باصي لا تقدر تخرجها، اشتي لهم لا في بقالة لا في بيت، اشتي كل شيء لهم. ما حالتي حالي ما هم الله وش يحصل يا مرحبا. أسرة مكونة من خمسة أطفال وأم وأب، ثلاثة منهم أسرهم المرض بإقعادهم عن الحركة، بينما يحاول اثنان آخران المشي عن طريق سحب أجسادهما على الأرض. عايش لك تكا يعني صورة بهشتي حتى أتمنى السعر وهذاك ذا افتح بانا من التعب من عتي حقها من البزبزة من حزنها من كل شيء. قدنا تعبهم خمسة، ما هوش واحد اللي قال تحت أنا بوتك ماذا قدم خمسة. قدنا تعب وأنا عاتل، قدنا كل يوم وأنا بكى، كل يوم وأنا عاني بهذه المعاناة بكل الحاجة تعاني. لكن أول اللي اشتيها لعيالي لا في بسك بها أقدر وصلها من المركز أول مباشرة بس، علشان وصل عيالي المركز وما أشتي خريجام عالق ولا فعل أي شيء. فلتك الدنيا، فلتك الحفلات، فلتك النفس، فلتك كل شيء، وأنا عاني بالعيال عندي. والآن أنا أشتي لهم اللي يساعدني ويخارجني معاهم من الحزن ومن التعب ومن لو في حتى باص لهم مشان قزام رجع حتى التمارين حقام للمركز، لا في نزهلهم لا في علاجات ترجام ويش يعني وتمول من الباص يعني لا قدر احتياجتهم لو بشتب. والبيت ما قدم اللي غير معروف ما بش بيت لهم سكني أوهم يعني الخمسة المعاقين دي. عمليات جراحية يحتاجون لها بسبب الضمور الذي يعانون منه، إلا أن الأب والأم لا يستطيعان علاجهم جميعا، خصوصا وقد باعوا كل ما يملكون. هذه تحتاج مراجعة للعملية حقها. أجي يعني العملية حقها يعني بسبب المشاكل والأهذي ما عاد أقدر نشتري راجع بها ولا عاد حسنا. حتى الدكتور حق لي ما اسمه فعل العملية الجراحية بين كل رجل مع ثلاث عمليات، وهذا ما يحتاج يقول الدكتور كان يقول لي يحتاج عملية. والتقرير حقه كان ما أدري فين، والله ما أدري فين عاد قلنا مين من بداية الحرب ما أدري فين. التقرير حقه اللي قرر الدكتور إنه يحتاج عملية يمشي أقدر أقول له ما طفت شوف كيف حالته الآن يقول كيف تربية. وهذه لما قضى علاجات تمارين واصل نعالج تمارين تدريب واصل مشغولين بها. حتى معانا البيت الآن نحتاج لهم حتى من يساعد، ما نقدرش ما تقدرش تكافئهم كامل إنه تساعدهم وتجزأهم وترجعهم وتلبسهم تقيس يعني يوم كامل. والأكثر يعني خارج أقل حاجة بعد العصر لما الوقت هذا لما نجهز العيال من الصباح.
انا قد عالك وهديك هذه هديك المعده بهديك ما معي هدي انا كل حاجه انا وابوهم كان احنا ساكنين بريمه الحمد لله معي بيت انا كل حاجه بس قد تعبنا قد عالقنا بصنعاء بتعز بالحديده الان ما عدنش قادر وقدنا خايف على عند الخمسه المعاقم يرجعوا البلاد يتبهدلوا معي عليا ديون عليا كل حاجه ما عاد اقدر لا عالقهم ولا اقدر اتعلم اي شيء. يتميز الأطفال الخمسة بمواهب فريدة وذكاء باهر، فهم متميزون باللغتين العربية والإنجليزية، وأصغرهم يربي الحمام بحنانه ورعايته وابتسامتهم المتنوعة. أنا ساكن محافظة اليمن يمكن أكثر أنا أقول من 8 سنة، وسبب نزولي أنا بسبب المعاقين هذه لا إنهم قالوا إنهم مش يتعلموا. بزنا بصندوق رعاية المعاقين وسجلنا بصندوق رعاية المعاقين على انهم يتعالجوا تمارين طبيعي وعلاج شعلقوهم. انا في عندنا الامن وقف المركز نفسه الان وضعنا صعب للغايه، وضعنا صعب يعني ما بيش لا تمارين ولا مركز ما بيش بسط. الى يقول لك تقرب بس بزله من المكان الى المراكز يقول لك 2003 مشاور رايح واجي 2003 وانا اقدرش قالام الا قمت لي 2003 والبيت بالايجار وكله بالايجار ربك خارج من عنده. بس قد نتاعب بس الكل ما هم الله مرحبا وهم قدم خمسة قدامي كيف ما تتعبش كيف ما تزعلش. أنا قد نيت تجزع الساعات تجزع اليوم تجزع الليل تجزع النهار محد داري إلا ربي بحيشتي وحالتي والباقي على الله. هم خمسة ما هم شو لا واحد ولا اثنين خمسة هم، وحتى لمن أتى يساعدني ما يقدر كمش ساعته كل ساعة. وأول حاجة مرض الأمرض كلها فكرت تعب خلاص ما عاد اقدر اعمل حاجه وشتي لك ده حبه قيس. انا لما تعب شيء تدوروا لي وحده اجر ما بيش دعمك ده لك اجر تخلت نساعد معك ما بيش دعم. الحمد لله قد احنا نعاتل وان داري بعشتي. معاناة الأم كبيرة في نقلهم الخمسة لمراكز العلاج، فهم يحتاجون لرعاية كبيرة بالإضافة لسوء الوضع الذي يعيشونه، فمنزل لا كهرباء فيه ولا مياه ولا أبسط المستلزمات المعقولة لحياة كريمة. يكفى لما لق عليهم بس تقدر تخرجهم للمركز حتى تهوية يتمرروا شوية ويرجعونهم كانوا معودينهم على المركز. وعليا ما شاء الله تكون والله تكون 200,000 ده أنا قد من احنا من البقالة قيس ديروا ده ويمرضوا يشتوا عقلة ما شيء عطاني قبول وهبطوا أي شيء بكر اليوم الثاني تاعب مريض وأنا أكلهم اللي بيدي. يقول لهم فعل خير يتكفلهم بيت أقل شيء ببيت وباصي قزعهم يرجعهم للتمارين حقهم ويشقى عليهم برضه هذا الأفضل من كل شيء بقى على ربنا. انا لما يقول لي شرحت مشى اقول له ما بش ما عبنا نجيب لهم حتى الحاجات هذه الالعاب بالبيت ولا بعض يعصروا علي يومين شخر قلت مشى اقول سمكه وانا تقول لي باسط واصل ايش الشغل. كان معي بقاله من اول انا اقول لك انا بقاله صغيره فلسك ايام الحرب فلست يعني وقفت رجعك المقوات يوم تحصل لك 1000 يوم تحصل لك 5 يوم ما بش مره. هذا عملنا لا في الوقت الحاضر هذا عملنا لا. منزل من الصفيح، اطفال مصابون بالضمور وعدم القدره على الحركه، أبوين تخليا عن كل ما يملكان من أجل الأطفال، رب كريم وخير قادم بإذن الله. الأعزاء جميعا، نواجه في حياتنا الكثير من الضغوطات والمشاكل، ولكن عندما ننظر لهؤلاء الحالات نشكر الله على نعمة العافية، فالحمد لله على كل حال. نكون هنا قد انتهينا من مشوار حلقة اليوم، أتمنى أن أراكم في الأسبوع المقبل وقصص إنسانية أخرى في أمان الله.